اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هل تحبون أن أخبركم بحالكم وقت الدعاء فيما أراه أمامي؟ منكم من يرفع يديه بالدعاء وهذا لا بأس به، ومنكم من لا يرفع يديه وهذا أيضا لا بأس به، فالأمر واسع. وقلة لا يرفع يديه لا بالدعاء وإنما يرفع بالجوال ويشتغل يمين ويسار، هذا ضيع وقته، وأنا لا أسمح بذلك، أنا لا أسمح بذلك، لأن هذا مضيعة للوقت وحرمان من الفائدة، فأنا لا أسمح بذلك. ومن فعل ذلك أطلب منه في هذا المقام أن يمسح هذا الذي صوره، وإذا أراد الصورة النافعة التي تفيده حينما يلقى الله هي صورة العلم في قلبه، لا صورة يجعلها في جواله، وإنما صورة العلم في قلبه، يسمع العلم ويحفظ العلم ويحرص على ثبات العلم في قلبه، هذا الذي ينفع عند الله. أما الصورة هذه لا تفيد، وأؤكد صورتي أنا لا خير فيها، الخير في العلم، الخير في العلم وهدى الله، الخير في هذا الكلام الذي نقرأه في رياض الصالحين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأرجو من الإخوة أن يكفوا عن هذا، وأن يقبلوا بقلوبهم مع دعائي لهؤلاء وللجميع بالتوفيق والبركة والسداد، وأن يرزقنا أجمعين على التعبير الذي عبرته بصورة علم تكون في ماذا؟ في قلوبنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.